الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام والرحمة على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. درسنا شرح منهاج محلي قاسة طلاق. ولو علق أجد ملك بالا مشكل طلاق بأكل رمانتين ورمى ناري وعلق بين الصين بالا مش بنيدي حناري كان قال شو بالا مش هم بحناري هم يدي حناري كان قال المكربو إن أكلت رمانتان فأنت طالب وإن أكلت نسا رمانتين فأنت طالب بتحنارك بخوي تبرضي تنيب حنارك بخوي تبرضي فأكلت غمانة جنك حق قادة فطلقتاني طلقت ثم لحصول صفتين بأكلها هم يكي خوالي هم يكي خوالي وقتكم مالي يكي بخو مالي بيشو مالي يعني طلقت مالي. ولو كانت تعليقان بكلما جواب قلتنا كلما أكلت رمانتان فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانتين فأنت طالق جواب قلتنا طلقت ثلاثة طلاقي ثم لأن عزمك أكل رمانتان مرة تام حنالكي قارية هذيا جار كده جا نانا بجار كي جار كي هرمانة قارية أول ونسى هرمانة تي مرتين يشكو حنالكي بقي دنيا حنالكي يشكو تام دنيا تمام خوش دنيا يشكو يشكو طلاق مال والحلف بالطلاق وما تعلق به صندة الطلاقة تشيخ الطلاقة ربك ده يعني بدي صندة تكره يعني مثلا خل صندة الطلاقة صندة تشيه مثلا يعني والحلف بالطلاق ما تعلق به حس على الفعل يعني جبو تشفيق فعلية يعني قوي ميري نكا بي شيء جنا يبار ضايبة يعني جبك أليبك نا ياجي مثلا جبيرك أخرى ده كنت تبي تشتي نكي تبار ضايبة يعني مي تشفيق سوي فعلتك تشفيق فعلية أنك نبقي خلقي أبجي تشفيق أبا جنك جي آمري جي مثلا مريش تبيكو أنك متبار جناب أبجي عفرتني يعني ده مال بخيري غو تشفيق كم مال بخو تشفيق ناطا مالا والله من ليك من بعضنا كمر وانصون ناطقو مالا حس على العمل أو منع منه أو من فلان يشيب كهنا يبرد طيب يعني كبر ناطق أو تحقيق خبر يصدق فيه ياجي أبي تشين أو هذا أو هذا بيجا أو يعني بتشتر راس ده والله وهذا بيجا شو عمل تصويره بيجا مالا إذا قال أمرك بجه إن حلفت بالطلاقين فأنت طالق أجل الطلاق أصلاً قمت بعد ضايبي يعني صنعهم أجل صنعهم صنع تمام ما قال يا رمريش الكرقوقو إن لم تخرجي أو إن خرجتي أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق كما قلت كما قلت بخشترين يا ظلم كما قلت وقت بخشترين كما قلت 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 قال لك دوكي ولو قال دوكي جو أواقو وإن حلفت بالطلاقين فأنت طالق طلاق أصلاً قمت بردك دي أقول شو ده أفتر جوابه إن لم تخرجي أجد درني ياخد إن خرجتي يا تدركي أو إن لم يكن الأمر كما قلت
وكيف قد بجم أبيش أو عن نبا بيت أنت طالقون تبردائي بيت وقع المعلق بالحلفين تمام ثم لأن ما قاله تشتمري قتيا حالتين بأخصام السابقة اسمه بيشين تقول يا حسن توابا ويا منعون يا تحفظوا خبري جمارة إلا يك تمام إلا يك إلى طلاق شو يعني وقع المعلق بالحلف لأن ما قاله حلف بأقسام السابقة ويقع الآخر طلاق جديد الدرة إن وجد صفته صفته وي أجاب آخر شيء شبه أو جبت بقى إن خرجت مش نقدر كنا الخروج يا يعني إن لم تخرج درنا كافي دركتن شبه أو عدم كوي الأمر كما قاله مزق قاله قلت ها قاله طم خش مانا يا خد او مير فلان تشتي او هاو قطبة نوسا با قطبة نوسا با تبار دايبو وبرا وبسا تاكت اوش تعقيقا خبرية مانا تعقيقا خبرية دوانا تبا دا جكوان صفات الشيخ انطلق سيد با كما قاله شوا نووية اگر كيجا قطية كما قاله وهي في العدتية نعم كما قاله كما قاله وهي في العدة أو عدم كون الأمر كما قاله وهي في العدة إيه ليش ما تبى قلت أنا بعيدة ولد النسخة ما تدرسها أو عدم كون الأمر كما قاله وهي في العدة قيد سيدا قيد للوقوع ولو في النفي خلافا للأسنوي بالي سيدا او كيف ظاهر اشتراط ذلك وهي في العدة ذلك في الجميع وفي التوقف الاخير في الجميع وفي التوقف الاخير والاولى على ذلك نظرا بل يقع بالحلق ويقع الاخر يرجع صفته اجد صفتي وبقيتي إن وجد صفته وبقيت العدة أمام راس شما؟ أمام جل لبني سيدة لبني معناتك وقوله أيضا وهي في العدة يقتضي أن الصفة إذا تحققت بعد انقضاء العدة لا حنس بها وقلتني الطلاق شو بو؟ إيه أبوتي هذا جاب الطلاق أو صفة جي جاك مبوتي لن تدخلي يا دخلتي يا خد أفيتشي أو هابا اگر طلاق صوتی بریش تو اگر ابیان کاجی جنی که نبود با اینا دیو نقد یابن ایدش درک بود با اینا دینا شدی چه آجاز سابرده؟ چودی تری مگو که طلاق بود با اینا دا طلاق ناش یعنی؟ یعنی دا ایمایی ناش تر نشون؟ آدمسا مثلا به شکل اول به صفت اول طلاق معلق چه بود؟ طلاق چه بود؟ به شکل اول چه بود؟ ايه شكل اول مثلا شكل اول و فريدة اقل طلاق او من صوم بقه تبارضاي تمام و فريدة جيت بقه اقل كنت داخلي داري بيويا تداخلنا بيويا او هابا جيت تبارضاي مانا سيدي اقل اذي تجي تبارضاني تؤديه ماضي انا سلدي ويطبخ ويقع الآخر إن وجد صفته من الخروج وعدم كون الأمر كما قاله وهي تجري في العدة في عدادة بيت عدة خذية بيت ناشا في طلاق بينا شي يقول ولو قال بعد التعليق بالحلفي بالا مش بصندي ذكر وإذا طلعت الشمس
رو دركبه او جاء الحجاج يا حجاج برد فانت طالق لم يعلق لم يقع المعلق بالحلف ثم لانه ليس بحس ولا منع ولا تحقيق خبري ويقع ال بالصفة اذا وجد بيجا اگر كرو در كذا ويا حجاج ورد نوارا وين تبرزايتي وبلج قلت لها طلاق وصوم بكم تبرزايتي وش هي؟ يعني؟ دي بدك كيجا وقت ب تعليق وقت ابي نكا مبو صندب طلاق يا حسايا منعايا تحقيق خبري شكيل معنا تنيه كنا بس صادجة وبيا بيجا معلقة بالحلفي وقعنا بس صادجة أو وقع أبيا أريج تاني وقع إيه يعني رو بابا تبردان حجاج وارد تبردان نكون صون خورية تبردان بنا صون خورية تبردان نينا شو كي أبيا تشويق مشويق كتير بنا نتشويق أنا منع نجي تحقيق ولو قيل له استخباره بشكل يعني كأداة جي فهمك طلبة خبر جي بكتب كابيا دي تشتكيري يعني جميريك برسن بيت اجناخ بردايا يانا اطلقتها اي روجتك يعني بديك اخ بردايا فقال نعم تبيا في اقرار به اقرارا بطلاق فان كان كاذبا هيك بيا ضربة فهي زوجته في الباطن. حقتها في لكوبي. فإن قال أردت طلاقا ماضيا وراجعت. ولا برين برداب يعني بدت برداية يتم برداية يعني معناكم بري برداب بس بقى. من سلاح عصابي بريغو. عصابي بريغو صدق بيمينه في ذلك. إيجان قد كبه زور دولي ما يبدأ كشفا وإن قيل له ذلك التماسا لا إنشاء استخبارني ما إنشاء التماس طلب استماس التماسا لإنشاء يعني نية طوان كوي بردة يعني يعني كوي بردة فقال نعم فصريح شمال لأن نعم قائم فقام طلقته أشت المرادي بذكري في السؤال قائم المقام طلقتها المرادي او طلقتها قيل لكني بذكره في السؤال ابتكى طلقت فيه في سؤالك. ايه. ايه. بس طلقتها تاي بردايا تقول نعم طلقت. نعم. من؟ نعم قصدنا. وقيل كناية قيل قلت لك استخبار با استخبار نيم با التماس با كناية التماس البو انشائك يعني كو يعني كالا امجي برسن اما وكي بي بدنا بردان برده 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 شنو صابا كناية كوختر بي قلتنا نيتا يهبا بردان شيد بردان شيد بردان شيد مانا شمدي son fasıl mı yaptık minnamı? Ve fasıl efendi de kadar. İnşallah. Kale fasıl allaka talafa bi ekli rarifine rummanet. Men. Bağlamış ki talafa bu karına nan, naneki veyahut henarek. Evet. سان بالا قلت نان كي بخيت برضايبي ويا تحنار كي بخيت برضايبي كان قال إن أكلتها رغيف أد بناني أو هذه الرمانة أد تحنار ياخد هذه الرغيف هذه معرفنا بملكية بيجا أو رغيفا أو رمانة أن كان كي حنار كي أن كي نانكي كانت تطالبكم فبقي من ذلك بعد أكلها له كشتي أكلها جنكي جوية رغيفة
ما لبابك لبك يا لخمة كبير ما لبك يجرغيك أو حبة يتحبك يحنار ما تمام لم تمام لأنه يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الضمانة تمامين أخوات وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الضمانة في ذلك يعني مسامحة ولا لا تمر بري بقوتي قوتي مرنان كيفا ايه ها؟ ما تمامي نا خورية جبركو نا خورية طلاق واقع نا بانا تمامي نا بيقارن ايه يجب بشي قوتي مرنان كيفا ايه بيا إنك جنان معي يا حبي تحداري معي مالي وقال الإمام في فتاة يدق مدرك لا أثر له في بر ولا حنصين نظرا للعرف أو أن حورك يكون يدق مدرك يعني مرب شعبا يبرصر نابينا لا أثر له في بر ولا حنصين ند صون بجيانين إلى ند صون بجيانين إذا تأسس جوارتنا نظرا للعرف نظر بالله. ما من عرفان دنيرا يعني او حوريكي هوريك شنو كاتب نجي؟ او حوريكي هوريكي بدات بتاع ناضي. اجا او شغلت تقول تبي خوريا. تبي خوريا تمام. ولو اكلا اي زوجان ميركو جنك تامرا هاد يجي كل قد فارس كل ما ضاني بنت فارس قول افكت. وخلت نظام دندكي خرمي خد تبي افكت. تمام يعني خرمي وخار تنكيون ايدي الطبق او ده باشي تبي افكر تمام وقال ميركو لا شكرا ان لم تتميزي نواكي عن نواي فانت طالب ودنكي ودنكي من اختني تبر دايب ودنكي ان انا وعدو شدو جنا الناس كريم ماني شعرك ابيا نبر دايب ويتشيه فجعلت كل نواتي وحدها هاد دندكي داني جيكي 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 جاب قطان ايه قلت يا قلت جاب نقطيني واو جاب قطان ايش جاب قطان لم تطلق ما لم يقع طلاق طلاق من لم يقع طلاق طلاق وخنابة الا ان يقصد تعيينا لنواع النواه فلا يخلص من اليمين بما صح جي سوندي خلاص نامك تأمن وكل شيء قتيني إلا بك التعيين أمريك إلا أن يقصد التعيين لنواها النواو يعني صادقة إيكو من خوارنا إيكو تخوارية ديوان شابه بقتيني أكو صافجة جي سوندي خلاص نامك طلق إلا تيش بلا فلا يقصد سمد اليمين بما فعل هاتا تكي دانيا جيكي بيوي خلاص نامك مالا يرى إيوي آيليم كإيكو آيليم مالا مالا أبياجي كشابدو ني ناسكرني إمكانا نبردانك مالي نعم مالي ولو كان بفمها تمرة بدأ ذي جنك دا خرمك هي تمام فعلق ببلعها ثم برمها ثم بإمساكها ولا دي خرمة دايته هي وتبجوي تبرداي تبابي تبرداي تدفي خدا جي تبيري تبرد تبو قرطينية نبجوي يا زرما بلع بلع ما قرطان دنا نما رجوتنا مالي طال بجوتن تبو قرطيني تبابي جي جي وتدفي خدا جي بيري تبرداي بي كان قال إن بلعتها فانت طال وإن رميتها فأنت طالق وإن أمسكتها فأنت طالق فبادرت مع فراغي لقد بوش قدمتنا كلمة ميرك عجلك من الفراغي تعليقي وان تعليقي وخدا إلك جلسنك تشكر بأكل بعض من أهلين كي خوار ورمي بعض من كي آذت لم يقع طلاق واي 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 بمك يا باش فق مقو بيت بيرك قوي فقير ظانب يا مقو ويجي فقه زانه بيجي بنا وخلاص كده يعني اجل اوقات شيء شيء بيبقى مثلا شيء اوقات هي ابانا اساس ودي جوا دي بقى وان كلمه مر انسان اجل وان كلمات بيجي بكم مر مش كرا ان بتبع لا لا لا
Yani ana bizimle pırsiyon adeti de bu. Bize cevap çok hoş. Aynısı. Feylem tübadi bi ekli ba'di ve vekaat talak. Ha, milil imsak. Tübadi lil imsak. Sekine ya. Velev ittehema bi sırkati Rik Tübü ola teferi mi diziye? Ama bi sırkati فقالت وإن لم تصدقيني فأنت طالب. ترخد عنيني؟ تصدق عن مدينكي تبري من خد عنيني تبردائي قبل لك تبردائي والله ما يتهرجت كي فقالت كلاميني شنك دقوت نبو أحد ما سرقت يعني والآخر ما سرقت ها يعني قبت بريم دزية ايه وقبت تجي أتشك بزم تجي نبي قبول لك الخو تبرداي ايه وجنك يجي قوم بدزية وندزية ها هذية لم تطلق تطلق جنو نايبر ها لم تطلق ما يبقى يعني لأنها صديقة في أحد الكلامين. يعني دي كده راس. ولو قال أجامركو إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة هي أبو مثلا خجا. وإذا فرسين قول شن حب شيء قلاصي منا ولا شن حب مية كريمنا. يقول جواب بنزلي هالدنيا يقول باور راكي مش مي. نعم. ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كثرها دبلك تبشكي. أنت طالب. فالخلاص من اليمين. صون خلاص يجب صون دي أن تذكر عددا يعلم أن لا تنقص عنه. مثلا كمية. إيه مثلا. نبي شن عدن أو دبي صلح عزار عدن. ايش هو او عددك او كيف كربني بس عزراتي يعني مثلا بيجبت النبت جمرنا بيجي من يواد بيجي اجبت نبيجي عدد الحبة تاني ذي حناري تشقاصد دبريك تبشكيني النبيجي تبار ضايبي إلا بتقبلي بعددي حبي هذه الرمادي دبري شكاند فالخلاص من اليمين كميرك جنك في سوندي خلاص ما جنيه برداني اف ام تذكر عددا فصديقي بيجا يعلم وانها امر ما انا لا تنقص عن شو عدد كم نينا يعني كمية كتير يعني سايكي جيز ماستر بيجا او تمام كبابين بس ماستر نعم كيمتر بيجا زيلتر بتشكينا بكيمتر بزرع ها ايه تمام اجل ما تمام مالي ثم تزيد واحدا واحدا فتقول 101 102 وهكذا حتى تبلغ ما يعلم وانها لا تزيد عليه. حتى تبقى جاي صياك وتاج بيجي لتتنيا فتكون مخبرة بعددها تبقى مخبرة صايم. مثلا بيجا ولا سات صديق صدو دو صدو سي صدو سات صدو بين صدو دا هرا حتى سايكي بهرا حتى لي حزاري يعني هذا اللي حزاري اللي تبا قوتي إلا أو أبا قوتي ده يجي كتبري بلن تمام فهمك بلن أن تذكر عددا بجا سات يعلم أن لا تنقص ما سات كمتنا كمية سما تزيد واحدا بصدو يك صدو دو وبيا ويهرا إشنان وهكذا حتى تبغى ما يعلم أنها حنا لا تزيد عليه سيدي صايي زيدانينا فتكون مخبلة بعددها. اه خش. يقدر يضعف عدد يذكر والله ضعف خش. والله بيدك يا واب عاقل كامل بلد. والسورة الثانية هذه والتي قبلها. ايه. مسألة حناري ومسألة زي. لمن يقصد التعريفات. يعني رمانن گوتیه مثلا یا جی ام بیژن عددن معرفه نگوت به نکیره گوت به شدی و هذا
meseleyi örtüm beva bu. Ve suretani hadihi velleti kabla. Mesela siyir. Simen lem yeksud tarifen. Tamam. Kazdavi tarif nime. Fein kasada bu. Eğer kazdavi tarif be, fela yeklusu minel yemini bima zekkeret. Eğer kazdavi tarif be, ya ev ya ev. Bu yavay sonda halasla. Aynen. Eten net bebeji, net gotun. Halasla be, illa teberdani, benim. Teber. ولو قال لي ثلاثين ساحة بارقوش انكرا من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالقة تمام خش وبني يكشون سيشن كم كذلك فرض روجي وشبيت روجي وشبيت شان فرض النبجة ناس نبجة وبرضاي شان ركعات شان ركعات فرضانة تمام. بعدد الركعات في فرائض اليوم والليل. تمام. فقالت. فرائض واحدة 17. تمام. خشة. في جوح بده. أي في الغالب قصة بلى. وأقرأ 15. يوم الجمعة. راجم عيش كي كي. وجمع نبلو دركعات. تمام. مو باز ده بلى. أبي أجي راسته. تمام. وثالثة 11. Yani yazık o fazla rol şebi yazda ne? Yazda ne? Ev cevaste. Şema limsa. Evi limsafri. Lem yaka talakun ala vahidetin midinne. Tabacı razı oldu ya. Ben. Şema nisnuk deyinne fima zekeretu minel adedi kema tak. Fima zekeretu ne nesla? Fima zekernehu minel adedi kema tak. Fima zekernehu şimdi şey için ikin ya. Kema tak. Ama hoş gotun evvela. He? Bana para hoş gotun ya. ما ذكرنا من العدد كمان ولو قال أنت طالق إلى حيني أو زماني أو بعد حيني أو بعد زماني طلق بمضي لحظتي ماذا؟ يعني لحظة كي ثانية كي درواس بس بعدان شد يا شو قلت يا ما زمانك إيه دقيق درواس بس زمانك إيه وإلى بمعنى بعد ملك يعني بعد لحظتي طب ولو علق الطلاق برؤية زيد أو لمسه ملك وقصره يعني بدي زيد هاتية باطة يا عبادي لي أذنهم تناوله التعليق حيا وميتا بدخل ولو علق لم يخاف ولو قال ولو علق برؤية زيدين أو لمسه وقصه تناوله حيا وميتا لا وراء من أجر كي بالامش طلاق بالامش بديتنا زيدين ببت زيدين مين تبرداي أو لمسه تمام يا خط الد دشخ بديت بعدايبي تمام هو قصي تمام كنت يعني كنت ويتيام بك بخط عيشتي خرابية نا كنت ويتيام بك أزرام يعني دبي قواتي باتا وقصي قصة زيدي كي يعني قصة زيدي يعني دبي زيد هاتي باتا يعني قصوي أبك وإتيام بخرابيب كي يعني بيديا ملك فعيشة يا عبد تمام بيك مي بيجا تو مثلا وإتيام بكي بفعيشتي تبادعي تمام آمي جنكي رب يا دوي ببيني تعبي تبي كيف تبادي داشي تبي ببادي تبادعي من ويا خود ده توی تیام بکی به آد بذاری به آب بیه دوست دا شد به تناول او تعلیق او حیان و میتن شامل شد زیدیت تعلیق ساعت میری یعنی چیب ساقی جی بینه میری جی بینه لم ساقی میری قزم ساقی میری من
مالي. أما في الرؤية واللمس فواضح، أبيض بلية يعني ودي تسيق ضيق تمام. أما في القصف لأن قصف الميت كقصف الحي في الأمي أورا مالي. هو الحكم في الاسم والحكم يا ظلم، في الاسم والحكم دوره. يعني أصلا بشتكو مريا مثلا بجا في ميركي فعيشة تكرية قصفة بوجهك أبس بشتكي وكي قصة حيية بنا هذا وده حكمه ده أجل كي مثلا شهادة بينا شكو براد ده شهادة نينا حدلي ويكفي رؤية شيء من البدن أو لمسه من غير حال ولا يكفي لمس الشعر والظفر في إجمالا تسميه نفسه بخلاف ضربه إذا علق الطلاق به بضربه ضربة زين فلا يتناوله التعليق ميتا تعليق ميتا شما يعني القذف في التعليق بالضرب التشويش التشويش والميت لا يحس بالضرب حتى يتشوش به اللي خصني تشويش كلمة رشيد به يعني كو يعني كنت لما رشيد به يعني ما يبشيد به أريد كنت ليه من اللي رخيت تشويش يعني القذف في التعليق بالضرب التشويش بخلاف ضربه ضربة ميتة يعني كنت ضربة ميتة تشويش ليش نابك ضربة ميتة يعني كنت ميتة خنفسة اللي والميت لا يحس بالضرب حتى يتشوش به حتى يكون تشويش تشويش هجلك تشويش شد تشوش يا معلم تشوش يعني زونا ما كان كنت ليخي صار تدي لهب لهب هرا ولا يعني هالشي بيقع وبضاع ايش في شيء خمسة ايش في شيء بنام بلينج بولام هذا بضربه بخلاف ضربه إذا علق الطلاق بضربة ميت كان إن ضربت زيدا فأنت طالق فضرب وهو ميت فضربت وهو ميت شما لانتفاع الألم ليه بصيا يعني كنت ليخي يعني كنت زيديخي ضربة زيدي يعني اي وقت كنت ليخي او زيد الامي بالسينه او زيد بينجاوي سري بهرا او دنجسز ببا او ابي معنى بينج بولانقلغه مريبة تشكي شجرة تنك اي طبي طبي عينوس ولو خاطبت ودوجته بمكروه تمام وكياسة في قدينكو او يا خسيس جمريو فقال ميجيكو ان كنت كذلك تمام اي سفيا او خصيصا اجي تشتك تجمر قول سفي خصي جيسكو جمليو اجي كذب صابم فانت طالق ان اراد مكافاتها باسماع ما تكره اجي اراد بك يعني حقا قرش لغي جنكي بديك جزائي بديك كنت شوات تقول نواف بيت وجي بردائي تقول جي عاجزيتك طلقا طامي وإن لم يكن سهفا هنا وخصة ولو كي سفي وخصي سنين با يعني غاية جي اوه ويعني تفي قد نجمر قد انا لا يخيفي قد نجمر قد تجيبو كو تبيع وجبو باوركية تجي بردائي ايش تجذبكم تجي اي بردائي مالي او التعليق نا اوي قلت الجملي تبيشي اوي جي قلت اجيك بالبيش الجملي بتبادي بيجاوي قافي نم كافات برا تعليق قبل جمليتي وبهشي ده او التعليق اعتبرت صفة تاتفة شو يعني؟ فإن لم تكن موجودة لم تطلق نايضا
Yani. Ve keda dişana ibadanı illem yaksud şeyen i'teberu sifetu. Yani. Eğer bu kaza inetişte ki beji dişana ibadan. Yani. Keda illem yaksud şeyen i'teberu sifetu. Ev sifet de ihtibar kirin. Sifet hebe berdan çetbet. Nebet şey. Yani. Bil asad kavli asada nazaran لوضع اللفظ وضع شو معناه إذا فلا تطلق تطلق عند عدمها أخبتنا من والثاني لا تعتبر الصفة من أولد بها في الأصعد بها يعني كما بل يحكم بوقوع الطلاق في الحال نظرا إلى العرف عرف قصد المكافأة بما يعني يعني كو غياجي كو ليك تشمر هذه قوتني قوتي وكي جزاي تأجد فيها الدبت إذا قضية أزرام سيرز ما يبقى دي نويجي وشفه منا سفيك سفيك مش ما إطلاق التصرف يعني شو إطلاق صفة لا يكون الشخص معها مطلق التصرف. يعني تصرفاته وتنقل كلمة مطلق التصرف. سفيه معنى سفيه شيء معنى سفيه كان يبلغ مبذرا يضيع المال يضيع في المال في غير جهة وجهه الجائز حرامي مرمي دخل. يعني أنا وشي أنا فريون شو كأن يبلغ أظنه؟ درك بالغ بيه. هاري. أتي حد بلوغي. فقط. مالك حرام إذا أقول لك مش كأن يعني كا ولي مال تسيم ناقي كتشي كي مبذرة. إيه كأن يبلغه شو كأن يبلغه؟ في حد بلوغي بالغ بودي. كأن يبلغه حالة كوني مبذران. مالك مبذرة يعني بوشنا خرجتك يضع المال في غير جهة الجاي وجه الجاي. تمام. حرام ده قلنا مش كه بوشنا فريق القيد ده. إنه الحرام يضرب جي مثلا دشة جلي بهاد السنة خورنة زيادة دخو يعني. جلي بهاد السنة جلي بهاد السنة. ليه؟ يعني شرط تبذير جرى إلا. تبذير كده ند وجه جايز ده قلنا مش كه وجه حرام ده قلنا. يعني مبذر جرى إلا يضيع المال في خير وجه الجائز ها. تمام. تمام يعني قالت حرامي ده مالي والخسيس قيل من باع دينه بدنياه اها اي سبحان الله فدي مقارنانه اي ظلم هرع مقارنات خذ مقارنه دفروش هرع مالي كلامك كلامك ان ترك دينه لاشتغاله بدنياه مالي ويشبه ان يقال ابي قلت هو من يتعاطى غير لائقين به شوان كانت تشتك كنا لائقين بيبك مالي بخلاف ما يل أبي أجي بغلان أزولا من أنا بغلان. من يتعاطى غير لائقين به بغلان بغلان بما يليق به تشتك كنا لائقين به ما يكون لائقين به جميتي بوي بك أم بين جمتري وي تاو زنجينة جلي بيشك لخطة أزولا إجا اشتابه مجلية بيستر كيه أبي كود ديني خود ده بدنيا خير يكون. أبي أدا أبي أدا هابش. إيه تمام. أصابكم الله خير كثيرا. أبي أدا هابش.